استأذن أحد الولاة عمر بن عبد العزيز في تعذيب أناس ليجبرهم على الاعتراف، فرد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قائلا: أعجب من استئذانك في عذاب بشر، وكأني لك حصن من عذاب الله، أو أن رضائي ينجيك من سخطه. من قامت عليه بينة أو أقر فخذ بذلك، ومن أنكر فاستحلفه وخل سبيله، ولأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. وقال له بعض الولاة يوما: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها إلا الصوت. فقال: كذبتم، يقومها العدل والحق.